اشراق الله معرفه الله معرفه الله الاله عن المسيح هذه الحياه الابديه ان يعرفوك جوانا الحياه الابديه مش موت مش ضلمه نور نور وحق مش مكر وخداع وغش وانا وانت لازم نميز إحنا شايلين إيه جوانا؟ الإناء الخزفي ده ممكن تحط جواه طين وتعمل زرع، ممكن تحط جواه كيس بلاستيك وتعمله صفيحة زبالة، ممكن تخليه فاضي كده ويبقى منظر، لكن هيفضل في كل الأحوال إناء خزفي فاضي أو شايل من جوه كلام فاضي أو جواه كنز كنز مش ذهب مش فضة مش لقالق مش حجارة كريمة كنز معرفة الله اللي أعلنوا لنا المسيح اللي رأيناه في يسوع المسيح والتطبيق العملي اللي ذكره بولس في هذا الأصحاح كتير قوي الحقيقة الأولانية اللي اتكلمت عنها الأسبوع اللي فات إن إنجيلنا إنجيلنا الذي ننادي به هو المسيح شخصياً مكتوم في الهالكين لان هم ما قدروش يشوفوا مجد الله في المسيح. معلن في المؤمنين لان عينهم ابصرت جمال وجلال وروعه ومحبه وخلاص الله في المسيح يسوع. فانجيلنا ليس مبادئ وليس قيم. لكن انجيلنا يسوع. يسوع. ده اللي بيقوله تاني نحن نكرز بالمسيح يسوع احنا بالنادي بالمسيح احنا مش بالنادي بدين احنا بالنادي بشخص شخص يعيش فينا شخص يحيينا ينير بصائرنا انجيلنا هو يسوع وقلت الحكايه ديت قلت احنا نتميز بان عندنا المسيح مش عارف حد عنده حد زيه ولا لا تاني في الدنيا دي كلها عندنا حد ما ما فيش كلام يوصف ما فيش كلام يوصف ابرع جمال من كل بني البشر حلقه حلاوة كله مشتهيات الحقيقه الثانيه اللي اتكلمت عنها يوم الحد اللي قبل اللي فات عشان اكمل لذلك لا نفشل احنا خدنا الخدمه دي خدمه المناداه بالانجيل خدمه تقديم المسيح كما رحمنا لا نفشل لا نفشل ده الفشل مال الدنيا الفشل في الجواز ما اكثره الفشل في الحياه الفشل 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 الفشل, الفشل. بيقول نحن لا نفشل لا نفشل فيليب بيقول لا اخزى لا اخزى في شيء بجد؟ قال اه ليه؟ لأن اللي احنا بنقدمه للناس ده المسيح ده لابد أن يأتي بثمر ده الحياة